لا يتحقق النجاح أبداً بحجم رؤوسنا، لكن يتحقق دائماً بجودة أفكارنا. نحن نبحث عن السعادة بعمق، ثم نجدها في أبسط الأشياء. وضوح الغاية عند الإنسان يسبب له الاطمئنان ويؤدي إلى السعادة. السعادة ليست الحصول على ما لا نملك، بل هي أن نفهم وندرك قيمة ما نملك. اتبع قلبك من البداية وامضي قدما نحو ما تؤمن به، فإن هذا هو طريق السعادة. السعادة مخبأة خلف النوايا الطيبة. دائما هناك أمل بأن يكون لنا في الغيب شيء جميل ويستحق منا الانتظار. وضوح الغاية عند الإنسان يسبب له الاطمئنان ويؤدي إلى السعادة. السعادة أن تكسب أشخاصاً لا يجيدون التصنع ولا يتلاعبون بالأقنعة، تغيب عن أعينهم ولكن لا تغيب عن قلوبهم أبداً. السعادة مخبأة خلف النوايا الطيبة. السعادة لا تتعلق بحجم ما تملك، ولكن بكيفية الاستمتاع به. جميعنا نحمل ثقلاً في قلوبنا، لكن لا مانع من أن نبتسم. كل شيء قسمناه على اثنين ينقص إلا السعادة، فإنها تزيد. السعادة لا تحتاج إلى معجزات، كل ما تحتاجه هو قلب متسامح ووجه مبتسم وقناعة بالنصيب وثقة تامة بالله. تذكر أن أكثر الناس سعادة ليس هم من يأخذون أكثر، بل هم من يعطون أكثر. ابقى دائما قويا مهما أحزنتك الحياة، اجعلهم يتساءلون كيف ما زلت مبتسما. السعادة هي أن تتصالح مع واقعك أيا كان. الأحمق يبحث عن السعادة في الأماكن البعيدة، أما الحكيم فيزرعها تحت قدميه. قاعدة الحياة السعيدة: الصبر والرضا والقناعة.